حلقة اليوم ممنوعة لعمرهم أقل من 12 سنة. EFM نهج تريبيونال لانترفيو مع جيهان بن عبد الله. اليوم من جديد نحكيو على جريمة بشعة من تونس. مش ضحيتها شاب في عز شبابه في حادثة أليمة. الحقيقة أنا نعرف اللي الكلام ما يصبرش، ما نتمنى لأمه ووالده وخواته وعائلته الناس اللي قرب منه يعطيهم ربي الصبر باش ينجموا يتعداوا الوجيعة الكبيرة اللي عاشوها في فقدان ولدهم. أما قبل نعطيكم تفاصيل القضية نحب نرجع بيكم شوية أرقام أنا متأكدة اللي لو كان باش تسمعوها باش تقولوا نحن وين عايشين، شنو اللي صاير في البلاد، علاش بلادنا هكا. يخي فما الأرقام هذية في تونس، فما الأرقام هذية ماذا بينا تخلينا نراجعوا حساباتنا. نعطيكم فكرة بسيطة، حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العنف الإجرامي يمثل 71% من حالات العنف في تونس. قسموه لزوز أنواع، العنف داخل المسكن 38.7% والعنف في الشارع 32.3%. هذية في 7 أشهر الأولى لسنة 2021، ونتصور الأرقام قدش باش ترتفع في 2022 خاصة بعد الحوادث اللي قاعدين نسمع بيهم كل مرة. كيف بين 2011-2016 نحب نعطيكم رقم قديم ونخلي لكم المقارنة ب 2021 و 2022. القضايا المتعلقة بجرائم القتل بين شوية سنين هذوما 2011-2016 هي 1550 قضية، الرقم اللي ضعف عديد المرات وصولا ل 2022. هذا حسب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. نعطيكم رقم زادة جاي من بعض وسائل الإعلام اللي نشروه وتناولوه برشا في 2021. تونس تواجه 25 جريمة في النهار يوميا، كل يوم عنا 25 جريمة. اليوم حسب رأيكم شنو هي أسباب ارتفاع العنف الإجرامي؟ اليوم علاش قاعدين نخسروا في نساء ورجال وشباب في جرائم بشعة في حوادث كما اللي باش تسمعوها اليوم حتى أليمة؟ نتمنى يكون عندكم قلب قوي شوية يخليكم تسمعوا تفاصيل القضية هذية. زعما شنو الأسباب؟ تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يخلينا نوصلوا الأرقام هذية زعما من العنف، وإلا ضعف مؤسسات الدولة وعدم احترامها. زعما ما عادش نخافوا من القانون، هذيك علاش الجرائم قاعدة تكبر وتزيد كل يوم، وإلا سبب يرجع التنشئة من الدار للمدرسة للشارع اللي يشرع للعنف، العنف اللي يبدأ بكلمة ومن بعد ينجم يوصل لجريمة قتل كما اللي صار في وضعية اليوم. الحادثة صارت في 31 أكتوبر 2021 في سوسة. الضحية واحد من شباب تونس من مواليد 1990، كي صارت الجريمة كان عمره 31 سنة، كان يحضر في عرسه، كان يعرس في السيف، مازالوا 6 أشهر بركة على عرسه. تعرفوا التحذيرات متاعنا احنا التوينسة في الأفراح والمناسبات هذيك كيفاش تكون. تخيلوا وضعية والدته اللي كانت باش تعرس لولدها الكبير، عندها 3 وليدات، وفي عوض كانت تحضر له في عرسه باش تأبن ولدها في أكتوبر 2021. اليوم ضيوفنا اللي باش يحكيوا على قضية اليوم، مرحبا بهم بحضنا سي محمد رياض، خال الضحية. مرحبا بك وبيك عايشك، بارك الله فيك، ونشكر راديو إي إف إم ومستمعي راديو إي إف إم. أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيكم. حابين لو كان جيو بحضنا في ظرف خير من هكا ما ميسالش، خليكم تحكيوا جزء من الألم من عشته والعائلة والقضية، ونحبوا نعرفوا تفاصيلها اليوم والحكم اللي يستنى في الجاني. معنا فيدي قاسم خوذ ضحية، مرحبا بيك. عاشك، يعطيكم الصحة وميرسي بوغ لانفيتاسيون، يعطيكم الصحة. نعرف أنه الوضع صعيب عليكم الاثنين كيما الخال كيما الخو. نبدا معك انت فيدي، شنو تنجم تحكي لي على اخوك الكبير فراس؟ والله اون فيت كي كبيره برشا، اون فيت كان هو الغول نتاع البو معاني، مش الخو الكبير. حاجات يعملهم لي هو، ما كانش بابا يعملهم لي، كان يعلم فيه يوري فيه يقول لي اعمل هكا ما تعملش هكا، برشا حاجات حبي يعلمك. وصلت الدنيا بالحق، ما تاع يقول لي فادي يرمي روحك في بير، نرمي في روحي في بير، خاطر نعرف خويا يخمم في مصلحتي اكثر من امي وبابا، فهمتو. دونك ما خسرتش خو، بركه خسرت البو الثاني، الكتف، السند. السند تحكي لي على فراس شويه، على تكوينه، على قرايته، على خدمته. فراس بعد ما خذا الباك مشى قرا انجينيور ميكانيك دافيون في تونس، نورمالمون 4 سنين، ما هو قرا عامين بحكم القرايه صعيبه وكل شيء.
رجع السوس أخدم شوية مع الوالد، وبعد ما أنا حب يعمل فورماسيون ولا يقرأ يشوف قراية ما أنا يكمل وكل ياخد ديبلوم، مشى يقرأ في الانجلتير في لندن، عمل MBA ماستر بيزنس ادمنستريشن، خذا قرا 3 سنين، خذا ليسانس تاع الماستر نتاعو بليتو، ورجع لتونس وقال ما انا نحب نكمل يخدم مع الوالد، يحب يكمل معاه ويعملوا دي زينوفاسيون في البروجي نتاعو هو وحتى نتاع بابا وكل شيء. هذا التكوين نتاعو قرايته وكل شيء. سي محمد، في راس في العائله، في العائله الكبيره، العائله الموسعه، بلاست ومكانته وحضوره. بالحق فراس المكانة متاعه في العائلة بالحق ما تعوضش، عطاه ربي ما شاء الله بكماله فراس في كل شيء، في القراية، في التربية، في الأخلاق، في كل شيء. بالحق فراس ما نعود نقوله، هذاك أخويا، صحيح أنا خاله أما أخويا الصغير، إن شاء الله ربي يرحمه، أما بالحق فراس ما يتعوضش بالكل بالكل. أنا عندي صغار، أنا توه بصغاري ونقول لك فراس بالحق ما يتعوضش إن شاء الله ربي. وين نشوف في اللمعة في عينيك سي محمد، وين متأسفة برشا لكل مرة الحقيقة، وين ما يكون عنا قضية كيما هكا ولا جريمة كيما هكا، وخاصة يكونوا ضحاياها يما شباب ولا أطفال ولا حتى نساء اللي يتعنفوا زيدة ويتقتلوا من أقرب الناس ليهم. بأسف وألم شديد نحاول نوصل لكم المعطيات الكل وتفاصيل الحادثة. تحذيرات العرس، كنتوا قايمين تحذيرات العرس فادي. هو توفى في اكتوبر، وقبل بشهرين من الوفاة متاعه مش يعمل فواياج هو وخطيبته، مش يخطبها غاديك خطرية بحكم جاورية ومش تونسية، مش يعمل فواياج خطبها غاديك وكل شيء، وروحوا معنا على اساس في جوية باش يعرسوا. يا اخي ما دار وفات وقتها في ترافو وكل شيء، معنا قاعد يحضر في عرسه، وامي معنا سيبون بدات باش تلوج على العباد اللي معنا باش جون مثلا نحلوس عليك لعكيت هذوك، بدات تحضر كل شيء. قال 31 اكتوبر صارت حاجه ما كناش متوقعينها، حتى حد ما كان يستنيها. فراس توفى قدام داره اللي باش كان باش يكمل فيها حياته، داره اللي يبني فيها باش يعرس فيها. بالضبط، توفى قدام داره لكن باش يعرس فيها، مشى ليلتها جوست كلمه فادي، قال له الضوء نتاع الدار قاعد يشعل، يظهر لي معناها المرمجيه خلوه تسوي يشعل، مشى على اساس باش يطفي الضوء نتاع داره وباش يمشي يروح يبيت في دار مع أمه وخويته وبوه. بالضبط بالضبط، ياتك الصحة، فهمت الغادي صارت الواقع بتاع القتل قدام داره، الدار اللي بشي عرس منها ميت منها، الله يرحمه وينعمه. فيدي نحب نتمين على وضعية والدك والدتك، الأم والبو اللي فقدوا ولدهم اليوم نفسيا. عفيت الوالدين كما قلت لك من بكري معنا كبدتهم، وزيد طفل اللول الكبير معنا في العائلة وكل شيء، قال لي معنا مازالوا متأزمين ومازالوا معنا في حالة ما ياسر خايبة ومازالوا متأزمين، ربي صبرهم يقويهم. هي مناوشة صغيرة صارت في فاست فود في سوسة أديت إلى جريمة قتل، كان ياخو معك لمحة على الحكاية متاع المناوشة هذه كيفاش بدأت؟ الحكاية متاع المناوشة هذه هو فراس الله يرحمه كان في فواياج في مشال للدوس، نهار الجمعة مشال دوس، نهار لحد روح من دوس العشية مشال كي هبط السوسة حس بروحه جاع، مشى للرستوران الفاست فود هو صاحبه، كي دخلوا الفاست فود شيخو ساندويتش، فما هذه القاتل كان هو معناها جاي دخل القاتل، وقتها دخل القاتل، القاتل بحكم الا هو قريب من الفاست فود معناها يسكن قريب الغاديكا في حومته يعطيك الصحه، قال للعامل اللي يخدم في الفاست فود قال له ركح لي كالعاده ساندويتش، وزيد هو خارج فما زوز قاعدين يتعشاو الغاديكا بدا يرمي عليهم في الكلام وهو في حال سكري طايح وكل شيء، في راس بكل لطف كل هدوء قال له معناها قدامك عبيد قبل ومعناها سيس روحك شوية واحد، قال له تعرفني؟ قال له اي نعرف كله بضحكة، من الغادي بديت المناوشة على شد صف واحترم شوية العبيد بها المشكلة. بالضبط. هو قبل ما يتوفى فيدي ما كانش بحذيكم في الدار، قديش غاب عليكم؟ دو جوغ في السهرة في دوز، ما قبل نارينا توكم أنا بحذينا في الدار،
كان في دوز روح السوسة صارت الجريمة ما خلتوش تشوفوه. الله يرحمه وينعمه شاء الله ربي يصبركم. أنا نقولكم أقعدوا معنا باش تسمعوا التفاصيل من بعد شوية كيفاش كلمة ماهيش مناوشة هي هذه كلمة صغيرة في فاست فود أديت إلى ترصد وجريمة قتل. تعرفوا التفاصيل الكل تابعونا قعدوا معنا بعد شوية نرجع لكم في نهج تريبينال الانترفيو. مرحبا من جديد، انتم ما تسمعوا في نهج تريبونال انترفيو على EFM احلى راديو. اليوم مالوغوزمون نرجع بكم. الجريمه صارت في 31 اكتوبر 2021 في سوسه، واللي مشى ضحيتها شاب عمره 31 سنه من مواليد 1990، كان يحضر في عرسه اشهر قليله وكان مشى عرس، والجريمه و الجريمة القتل هذه صارت قدام الدار اللي كان مش يكمل فيها حياته. لو كان ما كنتوش تسمعوا فينا نذكركم لبعض التفاصيل. الله يرحمه فراس كمل بكالوريا قرا على روحه واختب باش يعرس قاعد يخدم زيدا، غاب نهيرين على عائلته، كان مسافر مشي لدوز رجع قبل ما يمشي لدارهم مشي الفاست فود باش ياخذ ساندويتش. هوني يلقى شخص في حالة السكر، صاروا بيناتهم مناوشة صغيرة. بعد المناوشة هذه يا سي محمد مرحبا بك من جديد خال الضحية، بعد المناوشة هذه شنو اللي صار؟ علاش المناوشة تحولت لجريمة قتل؟ بعد المناوشة هذه هي بتبعتها وقتها القاتل بعد ما صار السوء التفاهم ما بيناتهم هز روحه القاتل ومشي وين يسكن، خاطر كما قلنا احنا الفاست فود ودارهم قرب لبعضهم، رجع بحذا دارهم فما خربة الغادي كانوا يتعطوا معنا يشربوا فيها في الخمر. الغادي هي خربة، هز من الغادي كهز سكينة من البلاصة الخربة هذيك، يعطيك الصحة بالضبط. هز من الغادي كسكينة ورجع الفاست فود باش يلوج على فراس. فراس وقتها هز روحه ومشي خاطر قالوا له فما برشا عبيد سايب عليك وراهو معناها ماركة مشاكل واحد وكل شيء. هو الشخص هذي اللي صارت معاه المشكلة ولا المناوشة الصغيرة عنده سوابق معروف في سوسة؟ عنده سوابق اي بالضبط، عنده سوابق عدلية قبل في تعاطي المخدرات. تعاطي معناها بيع المخدرات، يبيع بالضبط، ما نعرفش بالضبط يستهلك ولا لا، اما معناها يبيع المخدرات. عنده احكام صدرت في حقه نورمالمون شد نورمالمون شد الحبس قبل عنده ما تعرفش شنو تهم بالضبط لا، اما الاكثريه معناها على حسب معلوماتي لقينا تعاطي معناها للبيع المخدرات. الناس اللي كانوا موجودين في الفاست فود طالبوا من فراس يمشي، قالوا سايب عليك ابعد راو تنجم تصير مشكلة مع السيدة. يعطيك الصحة هذه شنو صار بعد فراس قعد شوية وبعد رجع معناها على أساس رجع للكرهبة متاعو. كي رجع للكرهبة متاعو فما عبيد قالوا له راهو هز لك الزوز مفاتح، مفتاح متاع دارو ومفتاح متاع كرهبته الأخرى، وهزوا له تروسو دو تواليت متاع صاحبه ألا معاه السيد اللي صاحب فراس اللي صارت معه مشكلة في الفاست فود، سرق زوز مفاتح متاع دارو الكرهبة الأخرى وتروسوه متاع صاحب فراس. شنو الكهرباء محلوله كيفاش؟ الكهرباء الشباك محلول، الشباك محلول اشتر خاطر مقابل معناها محطوطه الكهرباء مقابله للريستورون. وعلاش سامحني هز المفاتيح هذو؟ باش كيما يقولوا حاجه ثمينه مفاتيح شامبيون. والله كيما يقولوا باش يخليهم في التيب راهين بون مش راهينه معناها يخليهم عنده باش فراس يجي باش يرجع له. يعطيك الصحه بالضبط، هذا كيفاش خمم هو في مخه. هما هكاك وتعديت وقلت لك فراس رجع، هما هكاك وتعديت كهربت الشرطه وقفها فراس وحكي لهم على الحكايه واحد وكل شيء. علموا هما ال 197 وجههم المركز الاستمرار للسوسه. هذا مع وقتاش تقريبا؟ هذه ممكن حكيت العشرة متاع الليل، عشرة متاع الليل تقريبا، ممكن حاجه كي من هكا. السيد القاتل ما نجمش كي نقول السيد القاتل عمل تليفون لنسيبو باش يمشي يتوجه معاه الاستمرار ونسيبه ولا هو يخدم عون أمل. هما استدعاوا عيطولوا قالوا لك سرقت هكا وهكا من عند فلان فلان جينا ولا شنو صار؟ لا قلت لك وقفت كرابت الشرطة قال لهم في راس راه وصارت الحكاية هكا وهكا وهكا مشي المركز الاستمرار. يعطيك صح، سبق القاتل ونسيبه مشوا مع بعضهم. معناها القاتل عمل تليفون لنسيبه قالوا راو قالوا لي باش يمشي الاستمرار جاي نسيبه مشى. يعطيك الصح مشى معاه. خلطت بعد فراس عليك تو نحكي لك انا على كلام القاتل، خلطت بعد فراس كي دخل يلقى القاتل ويلقى نسيب القاتل اللي هو عون امن ونسيبه
كان جار في راس يعرفوا بعضهم معناه هما كي سلم سلم على القاتل وسلم على نسيب في راس معناه سلموا على بعضهم في راس سلم عليهم بادر بالتحية كأنه ما فهمش مشكلة بيناتنا يعطيك الصحة. صار وقتها تداخل ما بيناتهم في مركز الاستمرار. شنو كان تفاصيله لو كان عندك نحب نفهم معك؟ والله يصير تداخل على اساس كأنه ما صار حتى شيء معناها هذاك مش باش يشكي وهذاك مش باش يشكي وصافا ورجعوا له السيد رجع له الجزء بتاعه والتروسو يعطيك الصحه رجعوا له سي كهو مشاو متسامحين ومتراضين وكل شيء. خليوا الامن ساعه سامحني نفوتك بالحديث. انا ساعه جيتي شوقي في حاجه بركه كيفاش قاتل يدخل مركز الاستمرار وفي عنده سكينه في سرويله. هذه المعطى منين عندك سي محمد؟ شكون قالك اللي هو دخل المركز وعنده سكينه؟ هو ديجا ذكرها في المحضر. هو القاتل اي هو. القاتل قال راني مشيت هزيت السكينه معناها هزيت السكينه ومشى بها المركز الاستمرار. فهمت معناها القاتل هو اللي قالها لعليه. يعني كنت مش ظاهره ما فتشوهش مش ظاهره نصور بين طيات ثيابه كما يقولوا محطوطه الداخل يعطيك الصحه بين قوسين مكفنها كما مكفنها بالضبط يعطيك الصحه. فهمت بالحق انا نقعد باهت كيفاش واحد يدخل معناها المقر السياده اللي هو مقر امن يدخل بسكينه بالحق نقعد باهت معناها هذه بسكينه ينجم واحد يدخل بفرد بالحق قعدت باهت. سؤال وجهي في هذا الكل فيدي صارت المناوشة في راس مشي الفاست فود خرجع ودرجع مشي عمل محضر وغيره انتو ما كنتوا على علم اللي هو وصل لسوسة وقتها ولا تعرفوا المشكلة اللي صارت ولا مزلتوا تستنيوا فيه معكم حتى معلومة؟ على علم اللي هو وصل لسوسة وفي بين بي اللي هو روح هو قال مش نمشي بحضة أصحابي بش نقعد بحضة شوية وبش نروح فكي مشي روح كلمته يعني وقتها قلت له يا في راس راه الضوء تاع دارك كما قال بكري خالي راهي معناها تشعل في راس على اساس معناها باش يمشي ياخذ ساندويتش وبعد يمشي يطفي الضوء تاع الدار ماكل الفاست فود وثورة الفازة بعد مشي كما قال لك خالي معناها الاقليم وكل شيء وبعد مشي لدارو على اساس باش يطفي الضوء. هذي اللي صار الكل وانتم على علم به علمكم اللي هو تسرق لا وقت اللي هو مشي للاقليم وكل شيء ما في بينه بحتى شيء في بينه في راس اللي هو بحث اصحابه الا مشي ياخذ في ساندويتش لزايني وقتها شنو اللي صار معه الى ان باش يجيكم الاخبار من بعد الفاجعه مش الاخبار اللي هو يعني انا اول واحد سمعت اللي كلمني تانجيو فيدي نرجع معك سي محمد. دونك نتصور في راس كيما اي مواطن نمشي لمركز الامن باش يطمن يطمن تحلت المشكله وفي الموضوع باش يكمل نهار عادي يروح للدار. دونك من مركز الامن وين توجه؟ من مركز الامن هما دوبا ما كملوا محضر التداخل في مركز الامن خرج القاتل ونسيبه خليهم يخرجوا قبل وخليه في راس بحذاهم يعطيك الصحه. اي هذا معمول به كي خذا معناها القاتل خذا تاكسي وهبط قدام دارهم قريب لدارهم من الغادي يهز روحه مشي قدام دار فراس. هو كانوا يعرفوا بعضهم هو يعرف فراس يعرفوا وين يسكن يعرفوا وين يسكن ماني قلت لك نسيبه كان يسكن بحذا دار فراس يعني عن طريق نسيبه يعرفوا دوفي بالضبط يعرفوا دوفي فهمت من الغادي هبط كي هبط من التاكسي مشي توجه طول قدام دار فراس كي ما قاش فراس الغادي قبل الكهرباء نتاعو ديجا شاف استفيت هو خاطر ديجا ما وهز منها الفاتح وكل شيء هبط اللوطه قعدت يترصد فيه هذه تقريب الوقت تحكيت 11:15 متاع الليل توقيت الكاميرا هو توقيت الكاميرا سيرفيونس بالضبط اللي موجودين ما كنتوا منهم تفرجتوا فيهم اي تفرجنا عليهم اي موجودين اي موجودين نحب نعرف كان في وعي والقاتل وقتها في حال سكر كان في وعي في حال سكر اي في حال سكر ظهر عليه معناها حتى يعني حتى في الكاميرا هاك شفتوه كان يتميل يظهر لي هو مش في وعي هو ديجا قال معناها هو قال في حتى في محضر البحث نتاعه قال هو من الاربعه نتاع العشيه نهارتها فما ماتش نتاع كوره هو قال من الاربعه نتاع العشيه وانا قاعد نشرب مع اصحابي معناها حتى هو ذكرها الشيء هذاك فهمت قاعد يترصد فيه قدام داره هو كان يعلم اللي في راس باش يمشي لداره اللي يبني فيها مش باش يروح لدارهم ولا سمع المعلومه هذه ولا كيفاش بالضبط هو فات ما هو كما قال لك نسيبه كان جار في راس معناها اوتوماتيكمون في مخه اللي هو مازال يسكن غادي كما يعرفش اللي فيها داره معناها تخافوه ولا
كي وقتها بالزهر معنا يعني صدفة 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 وقت اللي هو في راس معنا مش يسكن غاديكا كان ينجم يروح لدار كان ينجم طول يروح لدارنا وما ما ما بيت عادة معنا يسكر ما يقاهش وهذا الكل ميسي قضى وقدر به كان يستنى فيه كان يستنى فيه قدام الدار قدام الدار هبط معنا بالكاميرات سيرفيونس هبط الهبطة كيما قاوش قعد متخبي ميم با 3-4-5 مينوت او بليتار في راس جايب الستافيت نتاعو تكاها تكا كرهبتو كي تكا كرهبتو وتفاضى ومتاع الكرهبة وحل الباب باش يهبط تبدا القاتل مشى بالسياسة بالسياسة كي شافو حل الباب مشى يجري يجري ومشى السلاح كان في يده وقتها السلاح كان في يده اللي هو السكينة السكينة بالضبط كي هبط في راس ساقو اليسار وساقو اليمين باش يهبط من الكرهبة باش يهبط من الكرهبة كي شافو القاتل معناها شاف في راس القاتل اللي هو جابت سكينة اوتوماتيكمون وهو قاعد في الكهرباء اللي هي استفات معناها الكرسي الاخر زاد معناها بجنبه بالضبط معناها حط ظهره على الكرسي قلب جنبه اليمين تكا تكا بالضبط يعطيك الصحة وهالساقية فوق معناها باش يدافع على روحه باش الضربة باش يدافع على روحه ما تجيش في بيلو باش الضربة ما تجيش في بلاصة مخترة في بيلو هكا جاتوا الضربة في الساق اليسار وضربة في الساق اليمين بالسكينة في السيق اللي صار اللي هي بتبيعة الحال يعرفوها للطب الكل معناها الاختصاص اللي هي جت في الارتير ضربتين في السيق ضربتين في السيق اليمين ضربة وفي السيق اللي صار ضربة وهرب القاتل هرب سكر عليه باب الكهرباء وهرب سكر عليه باب الكهرباء خليه على وهز روحه وهرب بالضبط انتوما فيدي وقتاش سمعتوا وقتاش علمتوا باليسار مع فراس ما حكيت نص الليل ونص يكلمني صاحب فراس يكلمني يقول لي اللي وقتها فراس كلمه قال لي جيني ليرجونس تو يعني بعد ما تلقى زوز تعانات في ساقيه كلم صاحبه كلم في وقت اللي وريت وقت القاتل معناها طول تز فراس فراس وقتها بالزهر يحكي في تليفونه مع صاحبه يعني صاحبه سمع كل شيء صاحبه في باله خاطر صاحبه هذاك ما نقولوا عاون زاده في الشرطه في باله اللي معناها راهو فراس صارت للفازه هذيك وكل شيء حصل وقت اني قاعد نصرني وصحابي كلمني هذا صاحب فراس قال لي فادي اجا تو تو ليرجونس فرحات حشيت قلت فما يا اخي فوقتها صاحبه مشيله وقال لك انت زيدا احلت عليه هو صاحب وقتها سيدي جا وصل للسبيطار ليرجونس هذيك اي معناها شاف الحاله بتاع فراس اللي هو توفى وكل شيء فكلمني باش علمني اني اول واحد وقت اللي عندي خويا الوسطاني فهمي ديجا وقتها في السعودي كور غاديك وانا اوتوماتيك ما اول واحد باش يهزو الكلمه هو انا كلمني قال لي جا تو تو عجاجه قلت له ما معرفش تفاصيل ما نعرفش وقتها وما نعرف حتى شيء ما في بالي بشيء قال لي شنو توقعت انت فيدي والله الحقيقه كي كلمني هو ذا صاحب فراس طول ضرب المخ في راسه صارت له حاجه ما كنتش متوقع جمله اللي معناها حاجه اكسيدون مختال ولا ما نعرفش فما شكون قتله ولا حاجه كم ما كنتش تتصور اللي هو باش يكون تلقى تعانات قدام دارو كنت تتوقع اللي هو ينجم يكون عمل اكسيدون في الكيس مثلا والله كنت نتوقع وقت كلمني قال لي اجا جري الليرجونس قلت ما عرفش بالك شي صارت عركة فما شكون طزو خاطر ما تعرف ديجا بالارقام اللي انت كنت تحكي فيهم بكري ما ذيك هي تونس تتوقع كل شيء ما اتوقع كل شيء وما عرفش تستغرب من حد شيء في البلاد حاسيلو كي كلمني كما قلت لك معناها طول قلت المخ هذا في راس صارت له حاجه يعني قلت له بيا باش نزيد ربع ساعه ونجي قال لي لا يجي قلت لك تو عجاجه عجاجه قلت هذه خليت وجلات مشيت للجونس كلمت حد من عائلتك علمت والدك والدتك يعني وقت دوبا ما حد من يعني وقت دوبا ما وصلت للجونس ريت في راس معناها في حاله وفاه وكل شيء ما قيت ما نعمل امي بابا ديجا راقدين وكل خاطر وقت نوصل ليل ونص ما ديسا ما قيت ما نعم اصلا ما لقيتش شكون اول واحد معنا باش نكلمه باش يقول له اعلم بابا ولا امي ولا ما لقيتش سمحنا فيدي على قساوه الصوره هذيا اللي يمكن خلينك تعطر تتذكرها واكيد انت ما نسيتيش ما قاعد تعيش معاها وهي حاجه مؤلمه جدا على خو يكون خسر خوه وهو الاول اللي يسمع بخبر وفاته وان شاء الله ربي يرحمه ويصبرك انت وعائلتك الكل وين شفته في المرج بعد قداش وقت خلطت له الحاله المشهد الخوز الصغير كيفاش عاش المشهد يعني وقت هي صارت الفازة بتاع كما نقولوا الطعن ما حكيت 23 بالضبط حتى في الكاميرا سيرفيونس موجودة هكا يعني وقت كلمني مؤنس يكلمني ما حكيت نص الليل غيد رج نص الليل كمشيت لغاديكا وصلت مع نص الليل ونص وصلت لغاديكا طبعا ما دخلت كما قلت البيت الأموات فما وقت الزوز حطيناهم البرة ما معناها مغطينهم
فما واحد على اليمين دوبا ما دخلت وواحد حاطينه من غادي بالكل. طول ما نعرف سبحان الله مشيت نجري طول هذاك معنا ما نعرفش علاش مشيت نجري طول ناحية الخطاء الأبيض هذاك نقا في راس ما بالحق شوكي على الاخر غزرت المؤنس قلت له هكا بالرسم ما مانيش مصدق جملة. قال لي اي صد حملني قال لي الله يرحمه ترى شنو ترى شنو. واني في اللحظة هذيك امي وبابا قلت لي هما راقدين ومعناها مطمنين على فراس اللي هو روح مسهرة وكل شيء باش نعمل نطلب في فهمي خويا كما قلت لك اللي في السعودية ما يهزش عليا هذا ديجا مخر وما بيعرقت ولا نكلم فيه نكلم فيه ما يهزش نلوج على أصحابه اللي كوروا مع التوينسة غاديك في السعودية ما قيت حتى حد. كلمت مرتب أخوك طول كلمت فهمي خاطر بحكم هو أكبر مني وكل اللي بشي قولي شنو أعمل وشو ما تعملش فهمت ما هزش عليه كما قلت لك. كلمت مرته قلت لها يعني سرين فهمي وين لوج عليه تو سويت قالت لي وراه وراق دراو عنده ستاج وغد وراه يكورو يلعبوا ماتش ودرا شنو عندي. قلت لها تصرف يعني سرين تصرف تو تلوج عليه. قالت لي ايش فما ايش فما بديت نعيط. قلت لها تصرف ما معلمتهاش بخبر وفيت خوك لا ما زلت ما قلت لهاش ما نجمتش تعلمها ولكن بالنسبه لي خوك اول واحد لازم يسمع كيفاش علمتها. وقت اللي قالت لي تيلي فادي خليه راه وراق وكلمه وغد وكل شيء كي هي قالت لي هكا طول. قلت لها راه سي بون فراس توفق. قالت لي شنو. قلت لها فراس توفق وهي في السعوديه زاد معاه. قالت لي شنو ويني طول علقت على خليتها هي تتصرف مع فهمي خويا تو نرجع لأمي وبابا كما قلت لك معناها هما راقدين وكل المسؤوليه الكبيره اللي تحطت على كتفك انت صغير في العائله اللي باش تعلمهم بوفيت ولدهم ماهيش حاجه سهله عليك بالكل وخيرت انت تعلمهم بالخبر هذايا ولا تشوف حد اخر من العائله يوصل لهم. نعرف اللي المشاعر في اللحظه هذيك تكون من الداخله في لا تعرف تخمم في خوك المشهد اللي شفته قدامك في راس متوفي الله يرحمه الالم اللي باش يعيشو خوك في السعوديه امك وبوك خاصه كيف باش تعلمهم حاجه صعيبه برشا عليك انت الخو الصغير في العمر هذي. حسيلو اني مشيت كما قلت لك بعد ما كلمت مرت خويا الاخر عملت هكا قلت باش نقول لامي وبابا تو باش نعمل. وقتها معايا صاحبي اللي وصلني في ثنيه روح بيه للدار وثنيه كامله قاعد نخمم في كذا باش نقول لامي وبابا على الاقل نقول لهم تعاونا في راس عمل العركه طزوه هاكا تو في الكوما يعمل في اوبيراسيون ولا يعمل في حاجه يعني اللي ما حبيتش نعطيه لهم طول تمهدل الاخبار بشوي بشوي فوالا تا مش نعطيه لهم طول فهمت. دخلت البيت امي وبابا غزرت البابا قلت له بابا قوم قال لي اش فما اش بيك اش عملت من عامله. قلت له لا ما عملت حتى شيء. قلت له ايجا حاجتي بيك وحدي جي. قال لي لا اقعد احكي لنا وبحكم خاطر امي مريضه شويه وكل اللي ما حبيتش نشكي ونفجعها في الوقت هذاك تعرف تبدا راقد وكل تجيك خبر خايب تعرف شنو يصير. جي لبيتي قلت له بابا فراس عمل العركه وطزو بديت نتعلم في الكلام. قال لي ايش بيه صار له. قلت له تيانا يعني في اوبيراسيون باب لا هاي برات نمشيو للجونس مع بعضنا وتو نشوفوه مع بعضنا. وقت اللي اني سيدي جا في بالي بكل شيء وشفت في راس قال لي لاباس شفته كلمته. قلت له لا ما كلمتوش كلمني راهو مؤنس. قال لي راهو يعني في اوبيراسيون هاي برا نمشي غزر هكا مشي بدل في دبشه غزر لامي قال لها برا البس دبشك نمشي في راس دراش بيه هيك. واحنا في الثنيه راجعين كلي بديت نتيتم وحدي في الكلام كلي نحكي في الحكايه بالرسمي. تا عمي تقول لي شنو صار له كنا نحكي ما تي مات حتى شيء عرفت كلي يعني في السيتواسيون هذيك ما اصلا انت فاهم مشاعرك وقتها في دي الجمله عشت اللحظات هذيك كان فيهم حزن الوفاة كنت فاهم مستوعب شنو اللي صار الفراس ولا مش مستوعب ديجا برشا اصحابي شوكي كيفاش فيها معنا ليني جاغ كي صدقني حتى راقة توسع في الشارع منعرفش ساقة مكسورة حاجة عيني أنا نبدا ندمع تلما معناها حنين وكل شيء. بغيف إني في معناها البريود هذيك لعبت كل شوكي كيفاش فادي ما عمل حتى ريكسون لا يبكي لا حتى شيء عبارة ما صار حتى شيء من قوة الصدمة. وقتاش علموا الولد والولدة؟ علموا نهارتها ما كما قلت لك إني وقتها معناها عرفت نص الليل ونص امي وبابا ما حكيت ما ساعتين غير بابا في الطريق علمتهم ولا كي وصلوا للسبيتال كما قلت لك في الطريق وقتها تيتمت وحدي قلت كلمه مات وامي قالت لي شنو قلت لها حتى شيء بارما هما وقتها عرفوا فما حاجه جراف برشا كي وصلنا معنا قدام اليرج فوالا. وفي الثانيه وقت اني ماشي كلمت عمتي خاطر عندي عمتي بركه تسكن في السوسه بعدين
طلع عمتي راه وهكا 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 وبربي كي يجي امي بابا بربي ما زيد سالم تبدي تبكي وكل شيء حبك معنا تقاوم وكل شيء. وبرا مو عمتي بعد كلمه خوالي وعمتي وعمومي وكل شيء خاطر في سوسه فما كان احنا وعمتي هذيا سينو عندي خالي رياض في مستير عندي في تونس عندي في قصر هلال. كي وصلوا للمستشفى شافوا فراس كي وصلنا للإرجانس أني والوالد والوالدة وصاحبي لقاو سيدي جا معنا حظبة وقول كما نقولوا لقاو برشا عباد غاديك صحابو صحاب من عائلتكم والعائلة متانا وكل شيء أوتوماتيك ماكي بشي يشوفوا عباد هكا بشي يعرفوا فما حاجة غراف برشا عادة غزر بابا تقولوا ليش في راس تقولوا ليش في راس مات وبدأ عيط ويني نشد في بابا منه ونشد في أمي منه وها وعمتي من بالحق ما اني ديجا لتو مازلت في صدمه مازلت مانيش مصدق معنا قويت باش نجم تقوي العائله ولا تصبرهم ولدك ووالدتك. سي محمد انتم ما اختيش سمعتوا بوفيت فراس انت عندك تفاصيل الكل اليوم لانه تبعت الملف تبعت مع المحاميه نتاعكم تبعت في الابحاث شفت حتى اعترافات القاتل. اما قبل ما تعرفوا بهذا الكل صدمه خبر وفاة فراس صدمة بون انت بارونتيز هي قبل الوقت بشوية معناها ممكن فادي ما حددش الوقت بالضبط خاطر انا سمعت بالضبط ماضي ساعة وعشرة دقائق ماضي ساعة ودرجين متاع الصباح سمعت كلمتني اختي تبكي يا اخوي اجري لي اجري لي ماضي ساعة ودرجين انا نعيش في مستير ما بدل دبشي ماضي ساعة ونص قدام سبيطار فرحت حشيت معناها حتى الوقت الا بدلت معناها بدلت فيه دبشي وشديت فيه ثنيه واحد وكل شيء ما نعرفش انا بالحق بيرسونيل مو ما نعرفش كيفاش وصلت للسبيطار في ثنيه عاودت كلمت اختي ما تهزش عليا المره الاولى تليفون حتى اللي نتعلق عاودت طلبت المره الثانيه هز عليا فادي قلت له شبيها امك قالت لي اجري اجري شنو فما قال لي اجا يا خالي اجا للسبيطار فرحات حشيد راهو في راس مات باللفظ هذيا صدقني قعدت ثنية كاملة مش مستوعب في راس كيفاش شنو هو في راس مات معناه مش قابلها مش قابلها ماذا بيك تطلع كذبة ولا مصدقين ماشي حقيقة أنا زيدك التوى مش مصدقها أنا التوى هاي توى تقريب توى خمسة شهور تقريب خمسة شهور التوى مش مصدق خلي معناه في مبالك معناه وقتها فهمت كهو سمعت بالحكاية طول مشيت للسبيطار كهو هذه كيفاش صارت ربي صبركم العائلة الكل. نحب نعرف معكم سبب الوفاة اللي حدوا طبيب الشرعي هما زوز تعانات في الساق اللي تلقاهم في راس. أكيد كلكم تسألوا كيفاش زوز تعانات في الساق ينجموا يكونوا سبب في الوفاة. فات فما طعنة من زوز تعانات هذوكم جات في البلاسة باش نفسر شوية العبيت كما نقولهم بين العظم والميسكل يبدا فما عرق برينسيبال ولا شنو تسمى خالي الارتير في الارتير فوالا في الارتير دونك اوتوماتيكمون كي باش تضرب العرق هذاك باش يصير نزيف عبارة بشق يدو معناها فهم شنو دونك هو وقت اللي معناها كي تزلو مرة الأولى ومرة ثانية هذيك في التقرير تاع الطب الشرعي قال لك البروفون تاع السكينة 17 سنتي معناها مش شوية معناها بريسك سي بون قريب باش تمس العظم فهمت هذاك اللي صار بون فما برشا حاجات كاتبها من التقرير برشا تفاصيل لكن هذا السبب الرئيسي للوفاة هو هذا السبب الرئيسي العرق هذا اللي تمثل اللي يربط بين بولا. القلب والشرايين في الساق فوالا قداش خذا وقت في راس باش وصل من داره للمستشفى هو صار له نزيف في الاثناء صار له نزيف الاثناء هو يسوق في الكهرباء نتاعو معناها بعد ما ضربه هو يسوق في الكهرباء نتاعو سكر الباب على روحه لا القاتل سكر عليه بعد ما ضربه سكر عليه الباب قدم في راس الكهرباء ومشي يتوجه للسبيطار احنا كما نعرفوا اللي يصير كي من هكا نزيف وبصفه عامه اي واحد حتى كيشوف كيشوف دم يخاف ومعناها صارت له كل البيرتورباسيون معناها ولا خايف باش ينقص له الاكسجين من الفجع بالضبط قداش خذا وقت من داره تقريبا درجين 4 ساعه ماكسيموم درجين 4 ساعه بالضبط تقعدوا معنا احنا نرجع لكم بعد شويه في نهج تريبيونال انترفيو مع ضيوفنا محمد وفيدي نحكيوا على قضيه اليوم في راس اللي توفى الله يرحمه 21 أكتوبر 2021 أكثر تفاصيل عن القضية ترجعوا تسمعوا معنا بعد شوية
مرحبا من جديد في نهجة تريبونال الانترفيو. قضية اليوم ضحيتها فراس 31 سنة توفى بزوز تعنات قاتلة. زوز تعنات كانت في الساق وكانوا يفسرونا ضيوفنا اللي هما خالو سي محمد خوه فادي وإن شاء الله ربي صبركم من جديد وربي يرحم فراس. كانوا يفسرونا في شنو جي المعطيات اللي جات في تقرية ببشارع يمسيش نعود نذكروا بهم سي محمد. أي هو جاتوا زوز تعنات طعنة في الساق اليمين وطعنة في الساق اليسار. القاتلة هي لا في الساق اليسار خاطر جات في الارتير بالضبط اللي تعدى مع معناها من القلب يهبطوا للارتير هذيك لا في اليسار هي القاتلة. وتوفى في درجين تقريبا تقريب درجين ربع ساعة تقريب درجين ربع ساعة وتوفى قدام الباب ليرجونس بتاع سبيطار فرحات حشيت في وسط الكرهبة متاعو. يعني ما تمكنوش حتى من اسعافه توفى من في الكرهبة في الكرهبة متاعو توفى في الكرهبة ما شافوا حتى حد معناها ما حتى صاحبه كي يكلمه في تليفون قال له هاني مشيت لفرحة حشيت. دخل صاحبه الليرجونس فرحة حشيت في بيله في وسط الليرجونس الداخل تخلص هل عليه فراس هلز جماعة الكل قالوا له ما عناش خرج البرة بالشعل سيجاره تلفت على اليسار يلقى الاستافيت متاع فراس واقفة معناها زوز عجيلي على التروتوار الفوق زوز عجيلي اللوطة وش كاترك لينياتون يشعل لسوي جلاس يخدم وفي راس متكي على الفولون وفي بلو صاحبه له هو يفدلك معناه دي خيه في راس في راس حل عليه باب الكهرباء يلقاه دويم للهوا كهو الله يرحمه إن شاء الله ربي يصبركم. عايش وقتش خرج بعد قديش من نهار تقرير طبيب شرعي في راس وقتش خرج نهاري زيدا تقرير طبيب شرعي خرج بعد 5-4 أربع حصيم وفي راس في راس اللي من الغدوة الصباح من الغدوة تقريبا نصف النهار خرجناه من الأوتوبسي من التشريح خرجناه وتفناه هي صارت الواقع نهار الأحد في الليل نهار الاثنين تفناه في راس الله يرحمه. أخوك اللي في السعودية خلط كان موجود كان حاضر أخويا اللي في السعودية حاول باش يجي معناها نهار تدفينا ما نجمش يجي كان نهار الفرق بعد 3 أيام ما كانش من لحظة الوداع الأخيرة ما حضرش على أبل فيديو. إن شاء الله ربي صبركم العائلة الكل. نحب نعرف معكم المتهم سلم روحه الأمن هو اللي شد وحدوا الهوية متاعه وين شدوه كيفاش. تحية للقوات الأمن الداخلي بصفة عامة وتحية لقوات الشرطة العدلية بسوسة. القاتل شدوه في ثانية في المكنين حب معناه يهرب المكنين وقاعد يلوج على حرق يحب يحرق خاطر سمع له هو قتل معناها قاتل له هو قتل ووقتها ولا يلوج على حرق حب يحرق فما معناها ممكن ما باسير بين معناها الجزائر ولا إيطاليا معناتها هيت يهرب وكهو بالضبط تخبى في ثانية في المكنين اي في المكنين في نفس الليلة هرب تخبى ولا بعد ما سمع بوفاة فراس هو سمع بوفاة فراس ممكن بعد ساعتين ثلاثة سوية حل فيسبوك متاعو شاف التصاور معناها اللي باج في الفيسبوك ما هبطوا إلى فراس اللي هو توفى. ليلتها بيت قريب للدارو معناها قريب لحومتهم بيت البرة وين دار الشباب معناها البرة بيت في الشارع البرة في الفجر مشى للخربة وكي طلع النهار مشى وين في بلاصة أخرى نقولوا لها وين كشت البيليك قابلوا من الغادي عباد ومن الغادي فما واحد هزوا معها هزوا المكنين ولا هزوا المكنين هو لا علم الأمن على الحكاية الكل خاطر خاف ليكون هو ما متهم معاه في جريمة قتل. يعني هو كان يعلم اللي سيد هذي هو اللي قتل طلب منه بشي هربوا وهو على ما وقتها قال له باش يمشي يجيب الموضوع معناها الموتور وباش نهزك وكل شيء وقتها هو ديجا معنا علم وقال لهم راه باش نهز نسق يعطيك الصحه بالضبط اي بالضبط. تشد في الثانيه هذيا في الدار متخبي الصباح وقتاش تشد الوقت تقريبا 5:30 نتاع الصباح تشدنا هو في راس وفى نهار لحد نهار ثلاثة هو تشد يتشد القاتل مازال ما صدرش حكم نهائي في القضية ولكن هذه يبردكم شوية العائلة فادي
والله صدقني حتى باش يعدموه باش ما نعرفش نحيو تروف تروف باش يرجع في راس ما يرجعش ما بلي باش يحكموا عليه بلي باش يعملوا في راس وي دونك ما باش تقولش نبردو من 100% 99.9999 تقعد للصباح ما مش باش تبدل شيء. روح روح أنا روح إنسان مشي ضحية مناوشة لو كان ما خلطوش علينا من الأول مناوشة صارت في فاست فود على صف على كلمة مش في بلاصتها في راس طلب من السيد هذي أنه يحترم شوية الناس الموجودين هذي رواية العائلة بطبيعة الحال وهذي حتى اعترافاته هو كما قلتولي هذا اللي أدى لوفاة فراس العركة اللي أديت لوفاته. تفضل سي محمد. نحب نطلب حاجة بركة من القضاء الشريف النزيه، حط روحك سيد رئيس في بلاصة بوه، شنو تكون حل الحكمة بتاعك؟ هذيش نجم نقول سواء للقاضي النزيه ولا للسيد رئيس الدولة زادة. حط روحك يا سيد الرئيس، حط روحك وولدك صار له هك، هذيش نجم نقول. هو ولد كلمة بسيطة هي هو والتونس هو والتونس راو ما تشكش للحظة سي محمد انه فما واحد ينجم يسمع قضية فراس وما يتفاعلش معاه، ما يعرفوش عمره ما شافه، يعرف كان اسمه والحادثة اللي صارت له، اي واحد باش يشوفه باش يتفاعل معه، اي ام اي مواطن اي حد يشوف في الحكاية هذية كيفاش صارت. إنسان كان يحضر في عرسه وينظم في داره من حتى شيء من حتى سبب، هو ما فهم حتى مبرر للقتل، ولكن هوني ما فهمش سبب أصلا يخلي إنسان يخسر حياته. احنا نقوله عمره مقدر ومكتوب هذيك عمره ولا يرحمه قدر الله وما شاء فعل بالضبط، وربي سبب العائلة هذية اللي أهم من كل شيء، ولده ولدته أخواته وانتوما العائلة عش. الموسعة والناس القرب منه. الحقيقة احنا بدينا بسؤال، قلنا شنو الأسباب متاع ارتفاع الجريمة في تونس، هل فما تفسيرات علمية زعم لهذا؟ هذيك علاش معنا معاذ بن سيرة المختص في علم الاجتماع يعطينا فكرة علاش تونس وليت تعاني من الظاهرة هذية بكثرة، علاش جرائم القتل قاعدة ترتفع في تونس وجميع أنواع الجرائم. ما ميسيرش يا سيدي هات اليوم نحكي فقط على جرائم القتل، علاش قاعدة ترتفع بنسق الكبير هذية؟ شنو التفسيرات شنو التبريرات علاش ولينا نعيشوا في الوضعية هذية؟ معنا معاذ بن سيرة. تم برشا حوايج خليت اليوم التونسي يشكو ويتشكى ويعير ويقول انه بالحق الجريمه ولات موجوده في شرائح المجتمع الكل، في اطياف المجتمع الكل، في كل بلاصه في كل وقت. ما فماش تونسي ما يشكيش اليوم من العنف ومن الجريمه. خلينا نكون واضحين ونكون دقيقين اكثر، انه ثم عده اسباب وعده نقاط اللي خلت اليوم الجريمه ترتفع في تونس. اول حاجه قبل كل شيء اجي نحكيه على التنشئه الاجتماعيه الغير سويه والغير متوازنه اللي يخضع ليها الطفل الصغير. الطفل الصغير اللي نربيه فيه على العنف. زاد الحاجه المهمه انه حتى الوالدين هم تبرعوا في العنف. خلينا هنا نحكيه على سلوك الموروث بطريقه عموديه، كيكون الوالدين عنيفين ويكون الوالدين عنده منسوب العنف والعنف اللفظي والعنف المادي، الصغير اللي باش يحل عينيه ويلقى لي بارون تاعو عنيفين بالطريقه هذه راه كيف كيف هو مش يولي كيفهم. المجتمع التونسي زاد حتى هو عنيف وهذا ما نجموش نكروه. الجانب الاقتصادي والاوضاع الاقتصاديه الصعيبه والقاسيه اكيد هنا مانيش مبرر، اما نحاول على الاقل نعطيوه قراءه ونعطيوه دياغنوستيك، انه ما بين اسباب تنامي العنف هو العنف الدولة المسلط على الأفراد. هذا كيف كيف عنف الفقر، عنف البطالة، عنف التهميش، شي تكون هنا ثم ردة فعل عكسية من المواطن أو من الشاب أو غيره لهنا ثم العنف والعنف المضاد. زيادة الحويج الأخرى خلنا نحكيه على ثنائية التأثر والتأثير، ونحكيه خاصة في فترة عمرية معينة، فترة بتاع المراهقين بتاع الشباب وما يسمى نوسيون دابارتونانس جروب أو منطق الانتماء إلى المجموعة، يخليك ينخرط في مجموعات عنيفة أو مجموعات إجرامية يولي ياخذ نوعا ما السلوك هذا. زيادة ثم معطى نعتبره أنا مهم ياسر خاصة في التحليل السوسيولوجي، أنه أينما وجد عدم استقرار سياسي سنجد عدم استقرار اجتماعي. كما قلنا أنه هالعنف اللي موجود في الجريمة والجريمة اللي موجودة في العنف، ثم هل يقارئ ثنائي ما بين العنف ما بين الجريمة وبين الجريمة ما بين العنف، راه في عدة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا كل تخلينا اليوم نعيشه في وسط مجتمع تونسي ما نحبش نقول ظاهرة العنف للأسف، ولي اليوم نتحدثوا على ثقافة العنف. نحب نختم مع العائلة، نحب نخلي لكم كلمة كلمة ليكم انتوما. نبدأ معاك فيدي.
والله نحب نقول حاجة بركة، الواحد في تونس حتى ولا يخرج مع خطيبته مع مرته ولا مع شي تهم، خلي واحد بركة يبدأ يمشي في الشارع شوي، نجم معناها تصير أي حاجة في فرانسلي كونت، تصير حاجة ما كنتش تتوقعها، جملة بتاع تمشي على روحك يجيك واحد بسكينة براكيك بالحق لوين ماشي، علاش هكا وين الرحمة بالحق؟ شبينا ولينا كشبات تونس بدلت، شبي العبيد تتخمم كان في رواحة بالحق، منطاليتي ماشية وتخيب، العبيد ماشيين ويخيبوا، الواحد حتى في صحابه ولا ما تشعطي فهم الثقة، خلي انت عبيد من برا بالحق، غيان دي خصان كومنتاغ، نقول كان ربي قرب العبيد لبعضها ومحبتها لبعضهم و ربي يرحم في راس عاشق سي محمد الخال والله. الخال الصاحب كما انت قلت لي عندي ثلاثة صغيرات إن شاء الله ربي يفضلهم لك، إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، بنتي 13 عام وولدي 8-9 سنين وعندي بيبي صغيرة برشا، بنتي توا تقرأ في الكوليج وولدي يقرأ في المدرسة، صدقني أنا نهز الصباح نروح بهم ونصف النهار نرجع بهم في القايلة ونسيبهم العشية، تلموها كنشوفوا معناها شنو قاعد يصير في اللي براكاج، الواحد ولا خايف حتى على صغاره مش على روحه، ان شاء الله ربي كما يقولوها يطيب خاطر خاطرنا الناس الكل، نرجعوا كما قبل نحبوا بعضنا ونخافوا على بعضنا، ولا مثلا نشوفوا مثلا يسرق نمشي معناها نعاونوا كله، مثلا العباد الا واحد ضربه ولا براكاه ولا حاجة، خاطر بالحق نحس العباد ما عادش كي قبل، ما عادش تلوث كل واحد روحي روحي والله لا ترحم اللي مات كما يقولوها المثل الشعبي هذا. هو مسيش انت ذكرتني في حادثة الملاسين وهذه فرصة باش نعود نترحموا على عزوز مرة أخرى، عزوز واحد من الناس اللي شاف براكاج ومشي ولا وحروفه ومشي ضحية البراكاج هذي ولا ضحية العمل البطولي اللي احنا نشجع عليها، ماذا بينا الناس كي تعملوا ما تمشيش تخسرش حياتها في عز شبابه، زاد هو الله يرحمه ان شاء الله يرحم الناس الكل، نتمنى ان الناس الكل تاخذ حقها بالقانون واحنا في دولة قانون، نحب نواجه كلامي الوالد والدة فراس زاد نقولهم ان شاء الله ربي يصبركم ان شاء الله ربي يعوض عليكم وتاخذوا حق فراس بالقانون اكيد، يعطيكم صحة اللي كنتم موجودين بحضينا اليوم فيدي ومحمد، انتوما كنت تحبوا تكونوا موجودين بحضينا عندكم قضية تحبوا تحكيوا عليها تكلمون على 58-550-720، نحب نشكر أمير وأمين مرابط بتبيعة في الإخراج، فريق الأعداد يحيى اللي معنا اليوم، شايمة ودرساف، إفم تي في، إيمان وإيام، محنا نتقابلوا الجمعة الجاية في قضية جديدة، وإن شاء الله نوليو نسمعوا كان الأخبار الطيبة والباهية على تونس، وإن شاء الله نكونوا مساهمين على الأقل باش نوعيو الناس ولا نفيقوهم بأغلاط غيرهم ولا نقولوا هيت نصلحوا بلادنا شوية، هيت نحاولوا نقضيوا على الإجرام هذايا، شوفوا الناس شنو قاعدة تعاني، عائلة فراس اللي كانوا من المفروض احتفلوا بعرس ولدهم ولكن لقاها تفو وتوفى نهار 31 أكتوبر 2021 في حادثة أليمة حتى حد ما نجم ينسيها من عائلته من أصحابه وحتى انتوما اللي تبعتوا وتفاعلتوا معاه برشا، إن شاء الله هذه خاتمة الأحزان سي محمد وفيدي، ربي صبركم جديد وعنا موعد الجمعة الجاية في الأمان. إيه فهم ناجي تريبيونال لانترفيو مع جيهان بن عبدالله.